دابا حنايا كنتواجدوا في السوق ديال خميس ديال بيرزدي. المهم على حساب الحولية كاين ممكن حاجة مزيانة كاين شوية ثاني فهمت، على حسب الإمكانية ديال البنادم وصافي. بالنسبة للمليح واش كاين مليح؟ مليح كاين مليح بالثمن فهمت، مليح كاين. بدا شي إقبال ديال الناس كيشري ولا ما؟ بزاف كاع كاين إقبال ديال البنادم بزاف، الرواج ضروري. طولنا فيها 45 46 كل حاجه في الثمن بحال هادشي 45 46 هادشي كامله جمله 45 46 جمله 45 46 فرادي 50 52 48 داكشي على حسب بنادم. واش بدا الشاري كيجي ولا بدا الشاري كيجي وانا باقي الوقت بنادم دابا خرج الشاري سنه اخر. دابا هذا هو المشكل اللي كاين دابا، حتى الناس كسابه راه ما شادت حاجه. دابا السوق امتى غادي يبان الثمن ديالو؟ السوق دابا غيبان تبقى 6 ايام ولا 7 ايام، عاد السوق ديك الساعه غيبان على الحقيقه والناس تخرج تشري، اللي خرج ضروري غادي يشري، حتى واحد ما غيتخلى على العيد. هو بالمناسبه راه العيد الخير موجود. عطاونا 30000 جمله ما مسلكين الخوف ديال 60000 راه خلات خلات، راه غتمرغوا في الارض. السوق اليوم كحلال منا، العيال يجيبوا لك الغلا ما بلاش. باغي ناخذ خايب ب 20 ونبيعو هذا ب 30000 لا قول لي يا سيدي. الناس هي الله يكون بالعون راه كانت باركة، تعاونوا مع الناس باش الناس هي تجي تشري من عندنا، ماشي احنا دايرين داك الشيء ديال راه الناس الله يكون بالعون، الله يكون بالعون. والناس هي راه مريحة 3 شهور ومع 4 ما خدمت، كي غتجي تدير تاخذ خويا ب 50000 هو كاري والماء والضو شي نزلات كينزلوا عليهم لا يرضى البال كاع. خميس البير جديد السوق ايام ما كاين لا شاري لا والو، الدعوه ناقصه بزاف اغلبها يعني انا دوك 32000 هادي 32 جمله هي من فاتوا 42 43 فرادي شحال طابين؟ فرادي معنا ب 40 38 من فات ديال 50000. شكون كيجي عندكم جمله؟ واش كاين؟ لا لا مع الناس اللي كيجيبوا ما يبيعوا. هذا ديال 21 هذا والله الا الخلا بالله ها عطاونا ديال 21 هذا ماشي جمله عطاونا 21 وحنا طلبنا الصباح 38. السوق ديال السيمانه الاخرى كان مزيان. السوق ديال ديك السيمانه شحال خديتي؟ خديت انايا خروف وخروفه، خديت خروفه 15 وخروف 21. وهاد السيمانه كيدير السوق؟ هاد السيمانه طلع السوق هاد السيمانه.